فرنسا وألمانيا جنبا إلى جنب لبحث أزمة اليورو الراهنة ومتابعة المباحثات في ملف الحوكمة في منطقة اليورو. لقاء ساركوزي ميركل يهدف لطمأنة الأسواق بالرغم من أن الوضع لا يبعث على الإطمئنان، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا ارتفاعا بنسبة 0.1% في الثلاثي الثاني. في المقابل لم يتم تسجيل أي انتعاش في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. الدول ذات السيادة هي من تتخذ القرارات في أوروبا، هي تقوم بذلك في إطار اتحادي كبير، لكن من مسؤوليه كل دولة ذات سيادة أن تتخذ القرارات لمواجهة التحديات التي تواجهها على المدى القصير، وغالبا ما يتم هذا بمساعدة المصارف المركزية، وعلى المدى الطويل فالوضع يعتمد على الأسواق في كل بلد. من بين نقاط التباين بين باريس وبرلين عدم رغبة ألمانيا في الاستمرار بإنقاذ الدول المتعثرة في منطقة اليورو، ويرى المراقبون أن ألمانيا ستخسر الكثير إذا انزلقت فرنسا، وهي أهم شريك تجاري لها والقوى الاقتصادية الثانية في منطقة اليورو إلى الدول المتعثرة في هذه المنطقة، وهي البرتغال، أيرلندا، اليونان وإسبانيا.